الحين لتقديم البرنامج المختص في وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، وبنتناقش فيه وبنستفسر وبنتساءل عن إيجابياته وسلبياته، لأن سمعنا سابقا أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. نترياكم في برنامجنا الجديد، حياكم الله. مشاهدينا، أتوقع كذي صرت جاهز أني أقدم برنامجي الجديد واللي يتكلم عن التواصل الاجتماعي، أمور ومواضيع كثيرة بنطرحها في هذا البرنامج. أموري طيبة، ما بأخركم، خلوني أطلع عن السيدي. عيسى، كيف الحال؟ الله يسلمك، خير وعافيه. علومك؟ الحمد لله. على وين؟ ساري ان شاء الله الاستوديو، برنامج جديد عن السوشيال ميديا. استوديو برنامج جديد وعن السوشيال ميديا؟ هي هذا برنامجي عيسى. كيف؟ قالوا لي انا عيسى. معلش، انت عيسى حتى انا عيسى. يعني شو؟ يعني ما يبالها عيسى وعيسى ونقدم انا وياك. يا سلام، يلا فكرتين.